القدس هو قدوس 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 رب السماوات السماء والارض مملكتها نشكر ربك ارحمنا يا الله الاب كل اسس كنت حمدك معنا لانه ليس لنا ما يشتكى الا اخفص ولا ما اسس
ضيقون فرقس نيرون فريرون اف شوب دينر في ياسون نفتي تين افنت شاير ايتا ايونو ساي سوبون مار تروبوس دي فريرون خم باي ايوس و باي مو تيرون تيبنو خين ايرين افنجا بي باندو كراتور اب تشايز بن
أنت نواسي تسير
شنت بسعور موسن انجلس تيس ماربوس بيابوس دولوس بچويس ارموت ان بكوي فولت تنين نوفي بيتنيم شنت بعرشي ذيكون تسمر وتستي فنوز بشرب مارتي روز بشوي صار مطنون بكو فولن تن النوبي تني شنت بعصلو فروز مارتي روز بشو سب اورگ ورگ یوس دروس به سترات الاتس في لوبات مرقور یوس افامینا تنی وایت بچویس اره موت آن بکو ایبول تن انو بی تنی شن تنی شلتن تبی يا امي برباراني ميولياني نمدمياني نمريني شوي صار مطان بكو ايفولن تن النوبي تني شي انت ناشوي سن يوتين مينو شي ري ابا قابلين بخو ميوس نبشون تصوت ما كان يوس افشنو تبارش منت ريتيس بتشوي اري مطنان ويفول تنين نوفي تني امشين تني اصوى بنت باي بيواي بيواي قطع بفران بشوي صار مطنون بكو افول تن النوبي تنو امشي عرب انقم بنيوت تايوت عرشي ارف سيبا افتا تروس من نيوت متروبوليتيس افاوي صار صار مطنان بكو فولن تن النوبي تنو شتم موكو بخرستوس نم بكيو تن آغاسوس نم بيب نفاي صواب جياك إياك صوتي مناينا وصف من رسالة القديس معلمنا بولس الرسول إلى كنيسة العبرانيين بركة مقدسة فلتكن مع جميعنا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفوسهم وحدهم لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإن كنتم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية وقد نسيتم التعليم الذي قطبكم به كبنين. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم إذن نغول لا بنون. ثم وإن كان لنا أباء جزدانيون مؤدبين كنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأب الأرواح فنحيا؟ لأنه أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر
لا تجده للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالكا مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في أثر الصلح مع جميع الناس، وأيضا في الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب تحل. آمين. لكون فصل من الرسالة الأولى لمار معلمنا القديس بطرس الرسول، بركاته على جميع. آمين. يا أحبائي، لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم. بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن ينبغي الله لهذا الاسم، لأن الوقت الابتداء القدائم من بيت الله فكان قد ابتدأ. عقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله، وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يصنع رضا الله فهذا يثبت للأبد. أمين. Yeah.
فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معكم يا أبائي وأخوتي والجميع أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعهما على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي قد أدخلها أباؤنا معهم وقبلوها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردوهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيدي كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موضع لقدمي، أي بيت تبنوه لي قال الرب أو أي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها يا قساة الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وأذانهم؟ أنتم في كل شيء حين تقاومون الروح القدس كما كان آباءكم كذلك أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يضطهده آباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنصر بمجيء البار هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكته ولم تحفظوه، فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وجعلوا يصرون أسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن البشر قائما عن يمين الله، فصاحوا جميعهم بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب الإله يسوع اقبل روحي، ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. وأما شاول فكان موافقا على قتله، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتثبت وتعتز في بيعة الله المقدسة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله آمين. اليوم التاسع من شهر مصر المبارك أحسن الله استقباله عاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخواتي وأخواتي وجميع آمين. هذا اليوم من سنة 20 للشهداء سنة 304 ميلادية استشهد القديس آر القس. ولد هذا القديس بلدة شطانوف التابعة حاليا لمركز أشمون محافظة المنوفية. كان كاهنا طاهرا كثير الرحمة حتى استحق أن يعرف الأمور المستقبلية بالوحي الإلهي. منحه الله موهبة شفاء الأمراض وإخراج الشياطين، ولما سمع خبره والي نيقيوس استحضره وعرض عليه عبادة الأوثان فرفض،
فأمر الوالي بجلده بقسوة ثم طرحه في السجن. فظهر له السيد المسيح وشفاه وقواه. ولما تحير الوالي في أمره أرسله إلى أرمانيوس والي الإسكندرية لكي يبعده عن شعبه وحتى لا يستميل الكثيرين إلى الإيمان. وهناك عذبه أرمانيوس كثيرا وسجنه، فشفى عيني ابن السجان وجذب بهذه المعجزة كثيرين من الوثنيين إلى الإيمان المسيحي. ولما سمع أرمانيوس استدعاه ورماه في أتون نار متقد، ولكن الرب أنقذه. ثم أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، وكتب يوليوس الأقفهس قصته وكفن جسده الطاهر وأرسله إلى شطنوف كوصيته، حيث استقبله شعبه بالتسابيح والصلوات. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. Agion san sanatos o ekbar seno gennetis eleison imas. Agion san sheros, agion san sanatos o stavros estima eleison imas. Agion san seos, agion san sheros, agion san sanatos o Sekton nekron ke anel soni en son soranos elei soni mazok sevet Ikeion ke age obne mati kenen ke ai ke son se onan son e onon amina getrias elei soni كثيرة هي أحزان الصبر
جميع يحفظ عظام من بعضهم وبعضا ابتدى يسوع يقول لتلاميذه: اولا تحرزوا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياعهم، فليس شيء مكتوم الا وسيظهر، ولا خفي الا وسيعلم. والذي تقولونه في الظلمه سيسمع في النور، وما قلتموه في الأذن في المخادع ينادى بي على الصدوع. ولكن أقول لكم يا أصدقائي: لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم، وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست خمسة عصافير تباع بفلسين، وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعا محصاة. فلا تخافوا الآن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: كل من يعترف بي قدام الناس يعترف بي ابن الإنسان، وأيضا قدام ملائكة الله. ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. والمجد لله دائما بنقدم الشكر لصاحب القناة
بابا المعظم بابا أنبا تودروس الثاني، وشاركوا في الخدمة الرسولية اسقفنا المحبوب مطرنا المحبوب الأنبا ويسا، إنه أتاح لينا في الوقت ده أن قناة ميسات موجودة معنا. نشكر الأنبا أرمية القائم على والمسؤول عن هذه القناة، وكل المسؤولين عن الخدمة في أقصى الصعيد. ربنا يبارك في خدمتهم وأجر سماوي. سما خدمة مباركة وخدمة جليلة، بينقوا كلمة الله للشعب الأولاد الكنيسة في كل مكان في العالم وفي أي وقت، بس مباشر والناس بتتابع كلمة الله كلمة الله من حيث عزات أو نهضات أو قداسات. ربنا يبارك في خدمتهم ويعوضهم. وبالنيابة عني وبالأصال عني والنيابة عن أباء الكنيسة الأجلاء كلهم الموجودين، بنشكر الأنبا أرمية وبنشكر الطاقم الموجود معنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أما إنجيل هذا الصباح المبارك يا أخوتي الأحباء، كنيسة كنيستنا كنيسة نظام، إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. وهنلاقي النهاردة في السنكسار سمعنا استشهاد القديس أوري شطنوفي، فلما بيكون القطمارس السنكسار فيه شهيد، هنلاقي القطمارس وقراءات اليوم بتتكلم عن الاستشهاد. ومعلومة سريعة عشان ما ننساش، دايما الكنيسة لما بيكون في أحد الأنبياء متنيح، الأنبياء الكبار أو الصغار، نلاقي الكنيسة دايما في القطمارس بنقرأ إنجيل متى إصحاح 23 اللي بيتكلم عن الويلات. وأيضا لما بيكون في تذكار قديسات أو شهيدات بيقرأ إنجيل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 25. ولما يكون تذكار أحد البطاركة أو الأساقفة بتوع الكنيسة، هنلاقي الكنيسة دايما الإنجيل بيكلمنا عن الراعي الصالح من خلال إنجيل يوحنا الإصحاح 10. كل الكنيسة كنيسة منظمة بالقراءات مش قراءات عادية. فالكنيسة النهاردة بتكلمنا عن الاستشهاد وعن الشهداء. والاستشهاد مش بس سفك دم، الاستشهاد ممكن واحد هو بيشهد للمسيح من خلال حياته، ممكن واحد يشهد للمسيح بالأعمال الصالحة بتاعته، الأعمال الكويسة، الأعمال الخيرة، وبيسمع الصوت الإلهي في إنجيل معلمنا متى يقول كده: يرون أعمالكم الصالحة فيمجدون أباكم الذي في السماوات. بيشوف الأعمال الكويسة بيمجد الله، فكده إحنا بنكون صورة حلوة للمسيح. أيضا يا أحبائي، الإنسان اللي يحتمل ضيقات وآلام ده يعتبر إنسان شهيد، زي ما قال ماري إسحاق السوريان العظيم في العارفين. بعد كده الشهداء هم بسفك دم، سفك دمهم قطعة رؤوسهم وعذبوا ونشروا ونالوا الاستشهاد من أجل المسيح واحتملوا الآلام إلى النفس الأخير. في شهداء الاعتراف، اعترفوا باسم المسيح لكن ما نالوش إكليل الشهادة. فهنا يا أحبائي إنجيل هذا الصباح بدأ يتكلم الأول عن الرياء. الإنسان المرائي زي الإنسان الممثل بيلبس قناع ويمثل دور
لوقت معين او فتره معينه، وبعد ما يخلص الدور ينتهي. وزي ما بيقول الانجيل لهم صوره التقوى ولكنهم منكرون قوتها. الاباء الشهداء ما كانوش بيرؤون، ما كانوش بيحابوا الوجوه. سمعنا عن القديس كرياكوس وام يولوديا، كان الوالي بيلاطفها ويكلمها كلام حلو عشان تترك المسيح، رفضت قالت له لا انا مسيحيه، وصرخ ابنها الصغير اللي لسه لا يقدر على الكلام وقال انا مسيحي، ويبدا يقول لها انا هربهولك واهتم بيه واعتني بيه، لكن ما كانتش بتخاف، ما كانتش بتحاب الوجود، كانت ناظره الى الاشياء التي لا ترى، لان الاشياء التي ترى وقتيه، اما التي لا ترى فهي ابديه. كانت باصه للسماء للاخره الكويسه، لان الانجيل علمنا ليس لنا ها هنا مدينه باقيه ولكننا ننتظر العتيده اورشليم السمائيه والحياه الابديه مع القديسين والشهداء والابرار. ايضا يا احبائي في هذه الفرصه المقدسه ركز كلامي عن العذراء ام النور. شهدت للمسيح في حياتها اعظم من الشهداء، اعظم من القديسين، اعظم من البطاركه. الكنيسه دايما بتخليها في الشفاعه اول حاجه، في الهتنيات هتن برزليه شفاعه، وفي الصلح بنقول بشفاعه والده الاله، في الزكسولوجيات لك اول زكسولوجيه للعذراء، زكسولوجيه في نص الليل، زكسولوجيه عشيه في نص الليل، وفي باكر كلها تسبيح وتمجيد للعذراء. فالعذراء مريم شهدت للمسيح في حياتها. لما كانت تشوف التصرفات اللي كان بيعملها السيد المسيح له المجد، كان يقولنا الكتاب انها كانت تفكر في هذه الامور وتحفظها في قلبها. اول ما تشوف الكلام ده كانت متفكره به في قلبها، بتحفظ الامور دي وتفكر في قلبها. كانت تحيا حياه التامل والقداسه. فارس قانا جليل كانش تحب الظهور في أي مكان، في أي وقت ما كانش تحب تظهر. عرس قانا الجليل وسط الفرح كانت قاعدة مع أصحاب العرس بتخدم وبتساعد، ولما خلص الخمر ميلت قاعدة على ابنها الحبيب، قالت ليس لهم خمر ما عندهمش، وتشفعت من أجل صاحب العرس. وفعلا السيد المسيح قال لهم املأوا الأجران، وكانوا سبعة أجران وستة أجران ماء، ستة أجران ماء حولها خمرا مختارا زي ما بتقول الإبصارية في يوم السبت. وصاحب العرس فرح. فالعذراء بتشهد للمسيح وبتشهد لينا إنها كانت إنسانة كويسة، ما جتتش في مرة قالت أنا أم الله، ما جتتش في مرة افتخرت أنا أم ربنا، لا، ده كانت تسمع المديح. يعني في مرة كان المسيح قاعد بيعظ وجت واحدة ست قامت كده قالت طوبى للبطن الذي حملت وللثديين الذين رضعتهم. بتمجد العذراء حاجة حلوة. فكانت العذراء دايما ما تحبش تظهر، ما تحبش الظهور، سواء في البشارة أو ما بعد البشارة أو أثناء الحبل المقدس أو في أثناء الميلاد أو ما بعد الميلاد. ما تحبش أنها تفتخر تقول أنا ابن الله، ولدي، أنا أم الله. كانت لا، دايما تحيا في تواضع، في إنكار ذات، عشان تكون فعلا تشهد شهادة حية لله من خلال تصرفاتها وأعمالها الحسنة. حتى عند الصليب الجميع تركوا المسيح وهرب،
الكل مشي، مفيش حد كمل الطريق. هي كانت عند الصليب قاعدة وبتنتابها مشاعر الحزن ومشاعر الفرح، حزينة على ابنها وحيدها الحبيب معلق على عروض الصليب وهو بيتألم من أجل البشرية كلها، وفرحانة علشان العالم هينال الخلاص. وده موجود في القطعة الأخيرة في صلاة الساعة 9، عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم معلقا على الصليب، قالت وهي باكية: أما أحشائي فتلتهب عند، أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. وتحملت اللحظة الصعبة دي، وبعديها كانت موجودة عند يوحنا الحبيب، كانت بتخدم ممكن ذاتها وما كانتش بتفتخر ان هي ام الله، لا ده كانت واحدة عادية وسطيهم، ما تكبرتش عليهم ولا حسستهم ان هي احسن منيهم. تواضع وإفكار ذات واخفاء لبركاتها وعظمتها. شهدت للمسيح ايضا في المعجزات الكثيرة بعد كده. متياس كان بيبشر واتحبس ومسجون، يطلب شفاعة أم النور تيجي في البلد في هيئة امرأة عجوز، وكل اللي في المكان يتحول الحديد، أي حديد في البلد يتحول إلى مية، القيود والسلاسل اللي في إيدينه تحولت لمية في إيدين متياس، البيبان الحديد تحولت لمية، السكاكين، المعالق، أي حاجة تحولت لمية. فبيسألوا ناس البلد والوالي إيه اللي حصل، فقالوا له إحنا شفنا امرأة عجوز في البلد موجودة، سألوا عليها وجابوها له، اتأكدوا إن هي العذراء مريم، وحكوا مع متياس إيه الموضوع، فقال لهم دي أم النور، دي شفاعتنا، إحنا بنطلبها في وقت الضيق والنجدة وبتيجي وبتخلصنا من الضيقات اللي احنا فيها. وفعلا صلت العذراء قديس متياس ورجعت كل حاجه تاني لوحديها، وده احنا بنعيد بيه في واحد بقونا، تذكار العذراء مريم حاله الحديد. يا ريت كلنا في حياتنا نشهد للمسيح، نكون فعلا اواني مقدسه يرون اعمالكم الصالحه فيمجدون اباكم في السماوات. مش بسببكم يجدف عن اسم الحسن، عايزين نكون فعلا صورة حقيقية لأولاد المسيح، وزي ما قال القديس بولس الرسول كده: لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع في أجسادنا. يبقى شكل المسيح ده مطبوع علينا. ربنا يدينا أخرة صالحة ويكون لينا نصيب في الأبدية، ولله المجد الدائم في كنيسته من الآن وكل أوان ولا ظهر الدهور كلها، آمين.
ابروس خمين كليا ليسون كليا ليسون خنو من اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نعم بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وجعلت الاسم
كل ملاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي اتركوا لكم هذا أيضا الآن إن أملي لنا يا سيدنا وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبسين الموت صلوا من أجل السلام الكامل والحب والقبلة الطائرة الرسولية يا رب ارحم واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراح بالحكم من موهبتك غير المائتة السمائية بنعمتك ومصرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات أنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيم مساوي لك الآن وكل يا مريم
الأسى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرأس، قفوا برادة وإلى الشرق انظرنا أنصر بشفاعة والدة الإله القديسة ماريا. يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا سيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك تيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة التسبيح محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة موهبة الروح القدس تكون مع الجميع أيها القلوب سيفوز أيها
الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيامه صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين احسبنا مع القوات السماوية ونقول نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأحوال لا تفطر ونبارك عظماتك وإلى الشرق انظر أنت والقيام حولك الشيروبيم والسيرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخرة فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون الواحد قبالة الواحد منهم يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ ميدان يسبحون ينشدون يصرخون صوتون قائلي شيئا من النطق يستطيع
Thank you.
التي سلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك سيد كل أحد وشكرت. آمين. وباركته. آمين. وقدسته. لتلاميذك القديسين ورسلك المقربين قائلا: خذوا كونوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اسمعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا أيضا بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزجتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرت. لتلاميذك القديسين المكرمين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يغرق عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري.
تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيام نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثانيات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجد للحمل كلمتين أساس الكنيسة كيريا ليسون بنية القلب التي المحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى كيريا ليسون الرعاة تضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم يا رب ارحم تبال للكليروس بسكا للرهبان والراهبان كيريا ليسون طهارة الذين في البتولية حياة صالحة الذين في الزيجان يا رب ارحم رحمة للمجاهدين في التوبة صلاحا للأغنياء كيريا ليسون وداعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب
نجاحا وتوفيقا لكل الدارسين عملا للمحتاجين قوم والذين في الحداثة يعلمهم يا رب ارحم خير المؤمنين ردهم لتنتهي انقسامات الكنيسة كيريا ليسون لتعظم أهل البدع ونحن كلنا خسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اذكر يا رب سلامة كنيسك الواحد الوحيد المقدس أيام الرسولية اللهم نجي سلام كنيسة الله الواحد المقدس أيام الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى أقصاها والذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة وبالأكثر بطريركنا الأب المكرم الباب الأنباء تهدروس الثاني وشريك بخدمة الرسولية أبينا المدران المكرم الأنباوي صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب الأنباء تهدروس الثاني بابا بطريرك رئيس أصحاب مدينة عظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المكرم المعز الأنباوي وصار أصحاب بن أرثوذكسي والعصاقب والقمامس والقصوص والشمامسة والبذيقونين صلوا من أجل أبائنا القمامس وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة والبذيقونين وسبع ضغمات كنيستين والمتنسكين والألمانيين وعن كل امتلاء بيدك المقدسة يا إله المؤمنين رب ارحم اذكر يا رب الذين تملكوا في التقوى والذين هم الآن رؤساء صلوا من أجل رؤساء محبي المسيح الذين في البلاط وجميع الجنود صلوا من أجل الذين في البلاط ومن الإخوة المؤمنين الأرثوذكسيين وسائر الجنود يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر الذي من السماوات صلوا من أجل هذه القرب القدس الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا اذكر يا رب الساكنين في الجبال والمغاير أخواتنا الذين في السام صلوا من أجل المسبح Yeah.
سوتير إيمون إليسون 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 إيمان سوسون سوتير إيمون كيري نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد
في كل عمل صالح يا رب ارحمنا في السبي قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقون اكفهم بالخيرات الساقطون اقمهم والقيام ثبتهم الراقدون اسكرهم والمعترفون اقبل إليك طلباتهم القضاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنوك وبملوك عدهم مع شهدائك الذين ها هنا جعلوا متشبهين بملائكتك ونحن ايضا مدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن بغير استحقاق اقبلنا اليك المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ذي العتبة إلى الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نازيه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة يا رب القرى وكل هزينتها ونجنا كلنا من الغلاء والوباء والزلزال والغرق والحريق وسبي البربر والفيروس ومن سيف الغريب ومن قيام الحراب يا رب الذين أرضوك منذ البد أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس طفانوس رئيس الشمس أول الشهداء والقديس ماري مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشهيد والبطريرك القديس ساويرس والقديس كيرلوس والقديس باسليوس والقديس ونغريوس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يؤنس أبانا أنبا بشوي أبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيداً والقوى القديس أنبا موسى أبانا أنبا بخوم أب الشركة أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين أبانا أنبا نوح الساعة أبانا أنبا تمسح أبانا أنبا صمويل المعترف والقديس البابا كيرلس السادس والأنبا إبراهام أسقف الفيوم القمص ميخيل المحرقي تلميذه والقديس حبيب قرقس رئيس الشمامسة وكل الشهداء وقديسي هذا اليوم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي ادعي علينا
أسمى أبان البطارق القديسين الذين رقدوا الربين نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا. نفس بينا القس قرقس دمام
في ذكرى الأربعين وأبينا المتنيح القمص قرقس فراق والقمص حسقيال حسقيال والقمص منسى فراق قولهم في موضع خدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم تفضل يا رب نيح نفوسهم في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب قالهم في موضع خدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك يا رب ارحم أنت
ودمي ومشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي
يكون في وانا ايضا اكون فيه. نسألك يا سيدنا طاهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مذوي منزل رياء ونية نقية وصبر كمرجع ثابت نجره بدالة بغير خوف أن نطلب إلى الله أبيك الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الآتي أعطينا اليوم واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك أؤمن نهاده بالحقيقة آمين